تقوى العمري من الأردن من برنامج واي ال بي 2. أكثر شغلة حبيتها بهذا البرنامج إن استفدنا على المستوى الشخصي بأن نكون علاقات جديدة مع ناس من مختلف البلدان العربية، كوننا صداقات أكيد مستمرة ودائمة رح تفيدنا على المستوى الشخصي والمجتمعي، بالإضافة للقيم والمعارف والخبرات اللي تعلمناها اللي كان ممكن ما نكون منتبهين لها ولوجودها بالمجتمع. أنا مشروعي عن فئة الصم اللي هي فئة مهمشة موجودة بالمجتمع. المشروع بيستهدف الأطفال الصم في مدينة إربد بحيث ندمجهم مع الأطفال غير الصم بحيث يكون نشكل تماسك اجتماعي ونقلل من الفروقات المجتمعية الموجودة بالمجتمع.